ناقش اجتماع بمكتب تربية ساحل يا حضرموت بالمكلا آلية تنفيذ برامج التعليم التعويضي ضمن مشروع استعادة التعليم والتعلم بتمويل من منظمة رعاية الأطفال. وناقش الاجتماع آلية البرنامج الذي سيستمر لمدة شهرين ويستهدف خلالها 120 طالبا وطالبة من ذوي المستويات المتدنية في التحصيل العلمي من مادتي اللغة العربية والرياضيات من مديرية المكلا بالإضافة إلى النشاطات الصيفية واللاصفية المصاحبة للبرنامج. ونوه الاجتماع بأنه قبل تنفيذ البرنامج سيتم تنظيم ورشة عمل لعدد 100 مشارك ومشاركة تستهدف خلال يومين الإدارات المدرسية والموجهين والمعلمين بالإضافة إلى السكرتارية والخدمات والتنسيق من المحافظة والمديرية.